الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية وإماما للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، مع آخر العقد الثمين حول بيان الإيمان وأصول الإيمان في هذه الوحدات المتناسقة المنتظمة في عقد واحد فريد، تبرز لك قواعد الإيمان وتبرز لك حقيقة التوحيد. الآن عزيزي الطالب، نقف مع الوحدة الرابعة والأخيرة من وحدات هذا المقرر تحت مسمى أصول الإيمان، حقيقتها، أدلتها، ومذاهب الناس فيها. نعيش دروس هذه الوحدة، وأول الدروس هذا الدرس حول أصول الإيمان وأدلتها. وهذا الدرس نسير في أدائه على عناصر عدة، هذه العناصر في مقدمتها بيان أهمية الإيمان، الثاني المقصود بأصول الإيمان، الثالث أدلة الإيمان على أصول الإيمان، أدلة القرآن على أصول الإيمان، وأختم بك عزيزي الطالب على هذه العناصر ببيان أدلة السنة النبوية المطهرة على أصول الإيمان. أما عن أهمية الإيمان فإنه لا يخفى على كل مسلم ومسلمة أهمية الإيمان وعظم شأنه وكثرة عوائده وفوائده على المؤمن في الدنيا والآخرة، ذلك أن حركة المؤمن في حياته لا تخرج أبدا عن دائرة الإيمان، ومن خرج عن دائرة الإيمان ولم يفقه حقيقة الإيمان كانت حركاته في الحياة فسادا وضياعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الله تبارك وتعالى ربط بين حركتك في الحياة وبين فهمك للإيمان، ذلك أن أهمية الإيمان تجعل حياة المرء في دنياه قائمة على خير، فخير الدنيا والآخرة متوقف على تحقق الإيمان الصحيح. فالإيمان الصحيح هو من أجل المطالب، وهو أهم المقاصد، وهو أنبل الأهداف، وهو به يحيى العبد حياة طيبة سعيدة. من عمل منكم صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وكذلك بالإيمان الحقيقي الصحيح ينجو المؤمن من مكاره الحياة وشرورها وشدائدها، وينال ثواب الآخرة ونعيمها المقيم وخيرها الدائم المستمر الذي لا يحول ولا يزول. أما عن مقصودنا بالإيمان وأصول الإيمان فإن نصوص الكتاب والسنة قد دلت على أن المقصود بأصول الإيمان أمور ستة: أولها الإيمان بالله تبارك وتعالى، ثانيها الإيمان بالملائكة، ثالثها الإيمان بالكتب، رابعها الإيمان بالرسل، خامسها الإيمان باليوم الآخر، سادسها وآخر حلقاتها المباركة الإيمان بالقدر خيره وشره. قد جاء ذكر هذه الأصول في القرآن الكريم والسنة النبوية العطرة في مواطن عديدة، فمن أدلة القرآن على هذه الأصول قول الحق تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. المؤمن الحقيقي هو الذي يقول سمعنا وأطعنا، أي نؤمن بهذه الأركان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أي إليك لقاؤنا في الآخرة، سنحاسب على ما اقترفته أيدينا من خير ونؤمن بكل ما قدرت يا ربنا من أعمال في دنيانا. كذلك قال الحق تبارك وتعالى في آية عظيمة جمعت أركان الإيمان في قوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إن هذه الآية قد جمعت بين أركان الإسلام إن شئت فقل مقومات الإسلام الثلاثة. فالإسلام قول وعمل واعتقاد، والإسلام قول وعقيدة، عقيدة وشريعة وأخلاق. أما العقيدة فهي الإيمان بالأركان الستة، أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا رمز من رموز العقيدة الصحيحة السليمة. وكذلك أن تؤمن بقضاء الله وقدره، الصابرين في البأساء والضراء، هذا رمز القضاء والقدر. وكذلك لا يكتمل إسلامك إلا بأن تكون مؤمنا بالشريعة، وأقام الصلاة رمز، وآت الزكاة رمز للشريعة. أما الأخلاق فهي آت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، الصدقة والإنفاق، وكلها أخلاق. أما عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي تشير إلى ذلك، فإن النبي أشار إلى أن المؤمن الحق هو ذاك الذي يؤمن بقضاء الله وقدره، إن كل شيء خلقناه بقدر، إشارة إلى الركن الثالث السادس من أركان الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لك عزيزي الطالب يشرح لك أركان الإيمان الستة. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب المشهور بحديث جبريل أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. وفي هذا الحديث الوجيز يجد المسلم أصول العقيدة الإسلامية وأهم أسسها وأبرز أصولها ومعالمها مما لا غنى للمسلم عنه في حياته كلها. وستذكر الصفحات التالية أصول الإيمان الستة متتالية يصحب كل واحد منها مفهوم هذا الأصل وأدلته وما يتضمنه من أحكام، وأيضا نقف على أهم آراء الناس فيه، وذلك في الصفحات التالية في الدروس التالية.